تنوع ثقافي فريد وموروث إنساني جدير بالاحتفاء به ترعاه مصر سنويا من خلال احتضانها لمهرجان الطبول الدولي. يعتبر المهرجان في نسخته العاشرة رسالة سلام توجهها مصر، تؤكد من خلالها للعالم مقدار الأمن والاستقرار الذي تنعم به ربوعها من خلال تعدد الأماكن التي تشارك في الفعاليات، كما تؤكد قيمتها للتراث والإنسانية وحضارتها التي تقوم على قبول الآخر. فجاء المهرجان نموذجا فريدا في إبهاره وروعته. بين جدران بيت السناري تستمر فعاليات مهرجان الطبول الدولي والفنون التراثية في دورته العاشرة تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام، وتستمر النسخة الحالية حتى الثاني من شهر يونيو المقبل. المهرجان طبعا بيهدف إلى التواصل الإنساني بين ثقافات الشعوب، ويؤكد على مفهوم المحبة والتسامح والسلام من خلال شعار المهرجان حوار الطبول من أجل السلام. وده طبعا يعني مهم جدا بالذات في المتغيرات اللي بتحصل على مستوى العالم النهاردة. الحقيقة لما نشوف الإقبال الجماهيري الكبير جدا في كافة المواقع، وأيضا في الافتتاح إقبال غير مسبوق، المهرجان أصبح له مكانة جماهيرية كبيرة جدا وإعلامية. فرق من كل القارات تشارك بموروثها الثقافي الفريد لتقدم مصر للإنسانية رسالة سلام بإقامة الفعاليات في عدد من الأماكن الثقافية المتنوعة. هو الاختلاف السنة دي، نحن أول مرة نيجي بيت السناري. إحنا قبل كده رحنا مهرجان القلعة وكان حلو جدا الصراحة، وقلنا نشوف هنا مكان جديد بفرق جديدة، نشوف الدنيا على إيه، ثقافات مختلفة ورقصات مختلفة وموسيقى مختلفة، فبتفرق معانا. بصراحة أنا بحضر مهرجان الطبول بقالي سنين، من في القلعة، في شارع المعز، في قبة الغوري. فبصراحة هو حلو ان السنة دي بقى متوسع اكتر، بقى عند مسرح الهناجر، في حديقة الطفل، ومصر الجديدة، وهنا كمان. فبصراحة ده شيء جميل ان يبقى متوسع. كل سنة بنشارك في مهرجان طبول، وطبعا مهرجان طبول هو مهرجان مهم جدا على مستوى العالم، مهرجان اللي فيه فرق كبيره جدا من دول العالم بتشارك فيه، وفي هدف رئيسي هو ان احنا نقدر نوصل رساله سلام الى العالم. ياتي المهرجان تحت رعايه وزاره الثقافه وبالتعاون مع وزاره السياحه والاثار ومؤسسه حوار لفنون ثقافات الشعوب، تاكيدا على اهميه ارتباط المواطنين بموروثهم الشعبي.